السؤال: ما حكم الشرع في الجلوس بالمقاهي بعد صلاة التراويح بعد قضاء يوم كامل من الصيام والإمساك الذي يدخل الصائم في جو من التقوى والروحانيات؟ الجواب هو أن أوقات رمضان أوقات ثمينة ينبغي الحرص عليها وأن نبخل بها حتى لا تضيع فيما لا يفيد. ورمضان كما هو معروف ضيف كريم عزيز يستحق من المسلمين جميعا أن يقابلوه بالحفاوة وبكرم الضيافة، وحفاوة رمضان وضيافة رمضان لا تكون كما هو معروف بالموائد المتنوعة المآكل والمشاريب، وإنما تكون بأمور، تكون بصيام النهار، وتكون بقيام الليل، وتكون بالجود، وتكون بالاستغفار وذكر الله، وتكون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون بالقول الطيب وبالعمل الصالح. فالذي يصوم نهار رمضان ويرتقي وهو صائم في درجات الكمالات البشرية ويتشبه وهو صائم بالملائكة الكرام الذين لا يأكلون ولا يشربون، ثم عندما يفطر ويأتي وقت صلاة العشاء يذهب إلى المسجد ويؤدي صلاة العشاء مع جماعة المسلمين ويصلي صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، وقد ورد أن الصوم يغفر الله به الذنوب المتقدمة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وورد مثل ذلك في قيام الليل برمضان أي في صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا المسلم الذي وفقه الله وصام رمضان نهار رمضان وصلى العشاء بعدما صلى الصلوات النهارية والليلية ثم أضاف إلى ذلك صلاة التراويح، معنى ذلك أنه سما روحيا إلى مستوى عال جدا، لا يليق به أن ينسف عمله بالاشتغال بعد ذلك بما لا يعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأن الجلوس بالمقاهي مظنة الكلام الذي ربما يتسلط على أعراض الناس، ما يسمى بالغيبة. المقاهي، الجلوس في المقاهي أيضا قد يؤدي إلى النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، والإنسان عندما يصوم يصوم بمعدته ويصوم ببصره ويصوم بلسانه وبيديه وبرجليه وبأذنيه وبفكره وبكل شيء. إذن هذا الذي قام بهذا العمل الجليل، صام نهار رمضان ثم صلى العشاء وصلى صلاة التراويح، ينبغي أن يعود إلى منزله ليستريح حتى يستأنف العمل من جديد، لأنه خاصة ونحن في فصلنا الآن الليل فيه قصير، ليس فيه من الوقت ما نضيعه في الجلوس في المقاهي أو في أي مكان آخر لا تدعو الضرورة إلى الجلوس فيه، زيادة على ما يمكن أن ينشأ عن هذا الجلوس من عيوب، من ذنوب، كذنوب البصر، كذنوب اللسان، كذنوب السمع. قد يجلس اللسان ويستمع إلى من بجانبه يتكلم في أعراض الناس، قد يتكلم هو وأصحابه في أعراض الناس، قد يرون المرء بنظرات غير لائقة، قد يرون النساء، قد يرون غير النساء إلى آخره. ولذلك الجلوس في المقاهي وإضاعة الوقت وهو وقت النفيس، وقت رمضان النفيس، لا يليق بالمسلم، بل الذي يليق به هو أن يحافظ على ما اكتسبه من السمو الروحي عندما صام النهار، وأن يحافظ على ما اكتسبه من السمو الروحي عندما صلى العشاء وعندما صلى التراويح، وأن يحافظ على ذلك ليصله بالعمل الصالح الذي سيستنفه بعد الصباح الباكر إن شاء الله تعالى. إذن قضية التقوى الذي وردت في السؤال من أهم أهداف الصيام، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ولعل في مثل هذا الموضوع لا تدل على الترجي وإنما تدل على التحقق والتعليل، بمعنى لتتقوا الله، لعلكم تتقون أي لتتقوا الله بمعنى تقواكم، إذا كنتم تصومون رمضان وتحافظون على ما يقتضيه رمضان فالتقوى سيحصل لكم. إذن هذا الجو المريح من التقوى وهذه الروحانية العالية لا ينبغي أن ننصفها بالجلوس في المقاهي والكلام في أعراض الناس والاستماع إلى ما يجوز الاستماع إليه واللعب بأمور تافهة كلعب الورق والضمى أو ما أشبه ذلك. إذا فعلنا هذا يصدق علينا ما نهانا الله عنه عندما قال في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، تغزل بعد ذلك تنقض ما غزلت، هذا عبث. كذلك الصائم عندما يصوم ويقوم الليل ثم بعد ذلك يقوم بما ينسف عمله، هذا نوع من العبث. ولذلك ننصح الناس إلى اغتنام أوقات رمضان، فهي أوقات جليلة، أوقات فاضلة، لا يستحق رمضان من المسلم الذي يعرف قيمته وقدره، لا يستحق منه وقته وقت رمضان أن يضيعه فيما لا يعني، بل يستحق منه أن يحرص عليه وينفقه فيما فيه مصلحته في الدنيا ومصلحته في الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح والقول الصالح، وأن يوفقنا للحفاظ على مكتسباتنا الإيمانية ومكتسباتنا الروحية حتى لا نبطل بأنفسنا ما بنيناه بأنفسنا فنكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. والحمد لله رب العالمين.